السلام عليكم يا شباب، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الدراجة المستحيلة. إذا على بركة الله نتمم الحلقات. كما تلاحظون هنا لدينا 910 نقطة، إذا فزنا ب100 نقطة على الأقل سوف نكمل 1000 جنيه استرليني ونشتري هذه الدراجة الحمراء التي كنا نحلم بها من زمن البراكين. إذن هذه الدراجة ب1500 غالية الثمن، لا أعلم مميزاتها يا سادة. الهليكوبتر هنا، إذن أتركونا وشأننا، سوف نلعب ونعدي بهذه الدراجة الزرقاء. إذن شوفوا المسارات الواعرة هنا، انطلاق اللعبة. اجتزنا كل هذه المراحل معا يا سادة. لمن فاتته الحلقات المقبلة، إذا اقتربنا من إنهاء هذه اللعبة، إذن في الليفل 12 سوف نلعب الآن. الليفل 12، 7 دقائق للوصول إلى خط النهاية. تنتظرنا هناك الفتيات. السهم يشير إلى الوراء، يعني لا بد أن نأكل هذه الفقاعة الخضراء. هذه الفقاعة الخضراء ضرورية، إذا أخطأنا سوف نعيد من تلك الفقاعة، إذا سقطنا سوف نعيد من الفقاعة، وإذا لم نأكلها لن نجد خط النهاية، سوف نجد فارغ بدون علامة الفينيش. إذن هذه الأشياء ضرورية. رأيتم سقطنا، ولكن لا بأس، لا بأس من السقوط، المهم أكلنا الفقاعة الخضراء. الفقاعة الخضراء يا سادة هي التي تحمينا، هي فقاعة الأمان، هي فقاعة الأمل، هي الفقاعة التي لا بد من أكلها. وشاهدوا هنا صاحب الخدع. لا 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 لا، لا بأس، كما قلت صاحب الخدع هنا رأسه أصم، يحرك كتفيه عندما يريد الانعطاف، يحرك الكتفين فقط. شوفوا كيف يحرك رأسه، شوفوا المسارات هنا واعرة، لكن سوف نجتازها. الله 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 الله، سقطنا يا سدعة. يا شباب، لماذا السقوط؟ هذه المرحلة أخطر مرحلة، ولكن سوف نجتازها. 7 دقائق بقيت منها، 5.5 فقط، 5 دقائق. إذا لم نصل سوف نترك هذه اللعبة إلى الأبد. لا 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 لا، هذه اللعبة خطيرة، نحاول الإسراع ولكن كلما أسرعنا نسقط. هناك الجاذبية في هذه المستويات عالية جدا، يجب توخي الحذر وتوخي الاحتياط، على احتياطات لازمة، يجب تعديل الفرامل وتعديل السرعات. شوفوا، الحمد لله، هنا سوف ندخل في هذه الجعبقة. الجعبقة هنا، شوفوا الفرامل القوية، ولكن الحمد لله أكلنا الفقاعة الخضراء. لولا ألطف الله لما سقطنا بدون الرجوع. إذا سقطنا في هذه الدوامة سوف نصل إلى البراكين. لا لا لا، مجرد خطأ بسيط سوف يكلفك السقوط إلى الهاوية، السقوط إلى الهاوية. شوفوا، يجب التركيز،
سوف أصمت قليلا وأركز في اللعبة لكي أجتاز هذه المرحلة. نعم اجتازنا هنا بكل أريحية، ولكن كما ترونه سهل، فهو ليس سهل، فهو صعب. يا سادتي شكرا لكم على متابعتنا. هل سوف نصل؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. سؤال ليس كأي سؤال. إذا لم نصل فماذا سوف يكون مصيرنا؟ ما هو المصير؟ هل سوف يأتي وحش ويأكلنا؟ لا نعلم. المهم الله كيدنا أنا سيل، ولكن الله سوف نتوقف من أجل الأمان. لا يجب أن تتوقف في هذه اللعبة، يا إما أن تسرع ويا إما أن تموت أو تسقط إلى الهاوية. شوفوا سوف أنا نفعل هذه التركية، هذا القلب. طير يا دراجة. شكرا على التصفيقات. أعلم أنني جيد في هذه اللعبة. شوفوا سيري يا دراجة، كوني على يقين أننا سوف نصل. دراجتي الحلوة تخونني الذاكرة أحيانا، هذه المسارات خطيرة ويجب التركيز. إنه خط النهاية. أين الفتيات؟ خط النهاية في السماء، خط النهاية عالي قليلا. دخلنا إلى خط النهاية و127 نقطة. دعونا نشتري الدراجة التي كنا نحلم بها. هاتي هي الدراجة. سوف نستعملها في الراوند 13. سوف ندفع كاش. Do you want to buy this vehicle ل100 جنيه؟ Yes إنه الفيهيكل. لقد تحققت الأحلام كما قلت لكم، بقليل من الصبر فقط سوف تصلون. والأمل، دعونا نجرب هذه الدراجة. شوفوا النيران تخرج من الدراجة من الوراء، إنها البازوغا. سوف نتمم بها الراوند 13. لا، دعونا فقط نجرب الراوند 1. شوفوا كيفك على كيفك. نجتاز هنا، سير ثم هنا. الفقاعة أصبحت حمراء، إذا لم تأكل الأولى فلن تصبح هذه خضراء. شوفوا الهليكوبتر تحوم من حولنا. شوفوا النيران، شوفوا البراكين في الأسفل. إذا سقط سوف تلقى التهلكة. إذن مشاهدين الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، ولا تنسوا مشاهدة الفيديوهات التي تظهر في الجانبين. إلى اللقاء.